أقبل أول كلمة، نمشي من عند النقطة شرطة صغيرة، نسكر الدائرة عند النقطة، ننزل رقبة، نمد إيده على السطر، نضع فوق رأسه نقطتان، نمشي شرطة صغيرة، نسكر الدائرة عند النقطة، ننزل رقبة على السطر، نمد إيده على السطر، نضع فوق رأسه نقطتان. أحسنتم. ضيفنا الجديد من حروف هو حرف اسمه قاف وصوته إق. يلا نمسك كلياتنا حلقنا مع بعض ونلفظ صوت الحرف ونطلعه من الحلق. إق 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 إق. أحسنتم، رائعين. يلا لنرى أين موقع حرف الإق في الكلمات التي وردت في القصة. قاسم، أحسنتم، في أول كلمة. قرآن، في وسط الكلمة. قلب، في أول الكلمة. تقي، في وسط الكلمة. أحسنتم، رائعين. كاشي، هيا نسمع لفظ حرف الإق مع حركات المد القصير. إق فتحة ق، أحسنتم. إق ضمة قو. إق كسرة قي. إق سكون إق. نقرأها قراءة سريعة. ق قو قي إق. مع المدود، مدود حرف الإق عندما يمسك حرف الإق بأحد حروف المد الطويل نسميه مد طويل، نسميه مد طويل. إق آ قا. إق أو قو. إق إي قي. إق إي قي. أنا جمعت لكم مجموعة أشياء عندي بالبيت بتحتوي على حرف الإق. عندنا برتقال تأتي بوسط الكلمة، معلقة بوسط الكلمة حرف الإق، مقص بوسط الكلمة، لاصق بآخر الكلمة، قميص بوسط بوسط بأول الكلمة. أحسنتم، رائعين. نقود، نقود بوسط الكلمة. أحسنتم، رائعين. هلا رح نيجي على حرف الإق حتى نميزه عن غيره من الحروف. ما هذا الشكل؟ قلم. أحسنتم، قلم. أين حرف الإق بكلمة قلم؟ بأول الكلمة. أحسنتم، باللون الأحمر بالأول الكلمة. ما هذا الشكل؟